أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل محبة وخير. إن شاء الله في هذه المحاضرة سوف نستكمل شرح الجزء الثاني من الفصل السادس، والذي هو بعنوان A Tour of the Cell، رحلة في الخلية. Mitochondria and chloroplasts change energy from one form to another. الآن الميتوكوندريا والكلوروبلاست، البلاستيدات الخضراء، تعمل على تحويل الطاقة من شكل إلى شكل آخر. الآن راح نعرف كيف. خلينا في البداية نتحدث عن الميتوكوندريا. طبعا مفردها الميتوكوندريون، تمام، وهي تعتبر مصدر إنتاج الطاقة في الخلية، وأيضا هي يوجد فيها أو يتم فيها عملية التنفس الخلوي، وهي عبارة عن عملية التمثيل الغذائي اللي بتم فيها تحطيم الغذاء مع ارتباط الأكسجين لإنتاج اللي هو إيش الـ ATP، وبنتج عنها الـ CO2، تمام، وبنتج الووتر. فالآن بتم في هذه العملية تحويل الطاقة الكيميائية المخزنة في الروابط الكيميائية الخاصة بالكربوهيدرات أو الغذاء إلى طاقة مخزنة في مركب كيميائي غني بالطاقة اسمه الأدينوسين ترايفوسفيت، واللي هو رمزه الـ ATP، تمام؟ أما بالنسبة للكلوروبلاست اللي هي تسمى البلاستيدات الخضراء، فهي توجد فقط في النباتات والطحالب، وتوجد أيضا في السيانوبكتيريا، تمام؟ تعتبر وين are the sites of photosynthesis، هي تعتبر أو تحدث فيها عملية البناء الضوئي. لأن في هذه العملية أو في هذه العضيات بيحدث تحويل الطاقة إيش الضوئية، طاقة الضوء، إلى طاقة كيميائية. طبعا في عملية البناء الضوئي بيتم امتصاص الضوء وامتصاص ثاني أكسيد الكربون، مع وجود الووتر بتم عملية إنتاج اللي هو مركبات عضوية شوغرز غنية بالكيميكال إنيرجي، تمام، وإيش أيضا بنتج عنا الأكسجين. ميتوكوندريا كيميكال إنيرجي كونفرجن. طبعا الميتوكوندريا are nearly all eukaryotic cells، توجد الميتوكوندريا في تقريبا في جميع خلايا الحقيقية النواة. The mitochondrion طبعا اللي هو المفرد، الميتوكوندريا الواحدة بتكون مغلفة by two membranes، double membranes زي النيوكلاس، each a phospholipid bilayer، كل واحد بتكون من طبقتين من الفوسفوليبيد، with a unique collection of embedded proteins، طبعا مع تجمع فريد من نوعه من البروتينات المغروسة في داخل هذه الطبقات من الفوسفوليبيد. طبعا الـ outer membrane is smooth، الطبق أو الغشاء الخارجي للميتوكوندريا ناعم، but the inner is convoluted with enfoldings called crystae، لكن الغشاء الداخلي يكون ملتف بطيات داخلية تسمى crystae، وراح نشوفها بالصورة التالية. طيب الصورة التالية بتوضح إن شكل الميتوكوندريا. هاي عنا الخلية، هاي عنا الميتوكوندريون، تمام. الآن عنا هذا، قلنا إنه الميتوكوندريا إيش انكلوزد، مغلفة بغشاء دبل ميمبرين، بغشاء مزدوج. قلنا الغشاء الخارجي زي ما إحنا شايفين ناعم سموث، والغشاء الداخلي اللي هو مجعد ومطوي بلفات وسمى إيش كريستي، تمام. هذا الإنر ميمبرين، هذا اللي هو الغشاء الخارجي. هذا الإنتر ميمبرين سبيس اللي هو الفضاء الموجود بين اللي هو الغشاء الخارجي والغشاء الداخلي. هذا الأوتر ميمبرين زي ما تحدثنا قلنا عنه سموث، وقلنا الغشاء الداخلي بكون طيات، تمام، مجعدة، فنسميها إيش كريستي، تمام. طيب إحنا لو طلعنا على صورة الميتوكوندريون راح نجد إنه الإنر ميمبرين بقسم الميتوكوندريون إلى two internal compartments، إلى حجرتين داخليتين. The first compartment، الحجرة الأولى، is the
intermembrane space واللي احنا شفناها في الصورة اللي هي عبارة عن المنطقة الضيقة the narrow region between the inner and outer membranes، المنطقة الضيقة ما بين الغشاء الخارجي والداخلي، تمام؟ وقلنا عنها الفراغ بين الغشائين، تمام؟ هذه اللي هو the first compartment. The second compartment is the mitochondrial matrix، وهذا طبعا is enclosed by the inner membrane. طبعا هذا الماتريكس بيكون مغلف بالغشاء الداخلي ويحتوي على different enzymes، بيحتوي على انزيمات مختلفة، كذلك على mitochondrial DNA وribosomes، تمام؟ الانزيمز الموجودة في الميتوكوندريال ماتريكس تعمل عملية كاتاليزيشن، عملية تحفيز في ليش للخطوات أو التفاعلات الكيميائية الخاصة بعملية التنفس الخلوي، تمام؟ طبعا دي كريستي قلنا اللي هي عبارة عن الطيات الموجودة في الغشاء الداخلي، وهي تعمل على زيادة مساحة سطح الغشاء الداخلي، وبالتالي بتعزز من إنتاجية اللي هو cellular respiration، بعزز من إنتاجية الطاقة نتيجة إنه لما زيادة مساحة السطح بزيد من مساحة التفاعلات الكيميائية على سطح الغشاء الداخلي، وبالتالي بتزداد chloroplasts. طبعا البلاستيدات الخضراء هي تقوم بعملية capture أو trapping لللايت إنيرجي، عملية امتصاص أو عملية اصطياد لطاقة ضوء الشمس. طبعا في الكلوروبلاست بتتم عملية اللي هو البناء الضوئي. طبعا الكلوروبلاست بتحتوي على الجرين بيجمنت كلوروفيل، تحتوي على مادة الكلوروفيل وهي صبغة خضراء تعطي لون الورق ايش الشجر باللون الأخضر. طبعا تحتوي أيضا الكلوروبلاست على انزيمز وأذر موليكيولز وجزيئات أخرى والتي تعمل في عملية تقوم بعملية البناء الضوئي. إذن الفوتوسينثيسيس عملية البناء الضوئي، عملية تكوين الشجرز المواد العضوية في النبات تتم في ده في إيش منطقة في عضوية اسمه كلوروبلاست، تمام؟ طبعا الكلوروبلاست توجد في أوراق الشجر وتوجد أيضا في الطحالب، وتعتبر الكلوروبلاست is one of a group of plant organelles called blastids. الكلوروبلاست هي عبارة عن واحدة من مجموعة من العضيات النبات التي تسمى بلاستيدز. في كلوروبلاست وفي كروموبلاست وفي عضيات أخرى مجموعية، إذن مجموعة مع بعضها تسمى البلاستيدز، تمام؟ جديد نتحدث الآن عن البيروكسيسومز. طبعا من مهامها هي عملية الأكسيديشن، عملية الأكسدة. طبعا البيروكسيسوم يوجد في الخلايا حقيقية النواة، هي عبارة عن specialized organelles عضيات متخصصة محاطة بغشاء مفرد single membrane، وتلعب دور في عملية التمثيل الغذائي الميتابوليزم، تمام؟ تقوم بتنفيذ العديد من الأكسيديتيف reactions، وينتج عنها هيدروجين بروكسايد وهو يعني مركب سام. فالبيروكسيسوم أيضا بيحتوي على إنزيم بيحول هذا المركب الهارمفول إلى ووتر، من هيدروجين بيروكسايد إلى ووتر، تمام؟ الجدول التالي زي ما احنا شايفين بيوضح اللي هو شكل وتركيب كل من الميتوكوندريون والكلوروبلاست والبيروكسيسوم. طبعا الاستراكشر تحدثنا عنه بالتفصيل، والفانكشن كل من هذه العضيات بالتفصيل وموجود، تمام؟ طيب الآن نتحدث عن السيتوسكيلتون. السيتوسكيلتون هو بما معناه الهيكل الخلوي، وهو عبارة عن شبكة من الخيوط الليفية التي تعمل على تنظيم التراكيب وأنشطة الخلية، تمام؟ فالسيتوسكيلتون هو عبارة عن network of fibers، عبارة عن شبكة من الخيوط الليفية extending throughout the cytoplasm، تمتد على طول السيتوبلازم داخل الخلية، تمام؟ It plays a major role in organizing the structures and activities of the cell. طبعا دوره أو الفانكشن تبعت السيتوسكيلتون بيعمل على عملية اللي هو الحفاظ على شكل الخلية
وعلى ايش تنظيم اللي هو التراكيب الداخليه في الخليه. The cytoskeleton is composed of three types of molecular structures. الهيكل الخلوي يتكون من ثلاث انواع من التراكيب الجزيئيه اللي هي الميكروتيوبيولز والمايكروفيلامنتس والانترميديت فيلامنتس. تمام، اذا السيتوسكيلتون بتكون من هذه الثلاث تراكيب الجزيئية. طيب نتحدث عن اللي هو الادوار التي يقوم بها السيتوسكيلتون، الادوار التي يقوم بها الهيكل الخلوي. طبعا هي الادوار هي الدعم واللي هو الموتيليتي الحركة. السيتوسكيلتون قلنا انه بيساعد في عملية دعم الخلية والمحافظة على شكلها، اذا بحافظ على شكل الخلية وعلى الانترنال اورجانيزيشن اوف اتس ستراكشرز. تمام، سيل موتاليتي جنرالي ريكوايرز ذا انتر اكشن اوف ذا سيتوسكيلتون وذ موتور بروتينز. بشكل عام حركة الخلية بتتطلب تفاعل اللي هو الهيكل الخلوي مع بروتينات الحركة. تمام، في داخل الخلية inside the cell vesicles الحويصلات can travel along tracks provided by cytoskeleton. الآن في داخل الخلية الحويصلات يمكن أن تسافر أو تنتقل من مكان إلى آخر عن طريق اللي هو مسارات معينة، هذه المسارات بتقوم بتوفيرها اللي هو الهيكل الخلوي. طبعا الصورة التالية بتوضح ان الكلام اللي حكيناه كيف بتتم عملية نقل الفيزيكلز داخل الخلية. عندنا هنا الفيزيكل الحويصلة، عندنا الريسبتور فور بروتين اللي هو الموتور بروتين، عندنا هنا مستقبل للبروتين الحركة. طبعا تمام، وهذا طبعا بتحرك بواسطة اللي هو الاي تي بي اللي هو مصدر الطاقة. طبعا قلنا انه الفيزيكل بتتحرك من مكان الى اخر من خلال مسارات بقوم بتقديم هذه المسارات اللي هو مين السيتوسكيلتون. فتم تمام، فالان فبتتحرك الفيزيكلز عن طريق اللي هو الموتور بروتين، والسيتوسكيلتون بيوفر اللي هو المايكروتيوبل ايش التي من خلالها بتتحرك الفيزيكل عن طريق اللي هو بروتينات الحركه. components of the cytoskeleton مكونات اللي هو الهيكل الخلوي. طبعا مكوناته من 3 main types من ثلاث انواع من الفايبرز الالياف، وهذه الثلاثه هي اللي بتشكل وبتكون السيتوسكيلتون. اول واحد اللي هي الميكروتيوبيولز وتعتبر الاكثر سماكه، والمايكروفيلامنتس وهي تسمى ايضا بالاكتين فيلامنت نسبة للبروتين التي تتكون منه وتعتبر هي the thinnest الأرق، وانترميديت فيلامنتس تعتبر ألياف بقطر متوسط لذلك سميت بالانترميديت فيلامنتس. فبنتحدث الآن عن الميكروتيوبلز وهي عبارة عن قضبان جوفاء. طبعا الجدار الخاص بهذه الأنابيب أو القضبان بتكون من بروتين اسمه توبيولين، وطبعا هذا البروتين عبارة عن دايمر. طبعا الدايمر هو عبارة عن مولكيول بتكون من اللي هو تو ايدنتيكال سب يونتس من وحدتين متطابقتين. طبعا توبيولين دايمر consists of الفا توبيولين اند بيتا توبيولين. اذا بروتين التوبيولين بتكون من دايمر، والدايمر عبارة عن تو سب يونتس، طبعا واحد الفا والثاني اسمها بيتا توبيولين. تمام، functions of microtubules من وظائفها انها بتعمل المحافظة على شكل ودعم الخلية، ايضا guidance توجيه للsecretory vesicles الحويصلات الافرازية والتي تلعب دور مهم في نقل الجزيئات الى خارج الخلية، فبتوجه هذه الحويصلات الإفرازية من اللي هو أجهزة جولجي إلى الغشاء البلازمي. تمام، أيضا من وظائفها أنها بتدخل في عملية اللي هو انفصال الكروموزومات أثناء عملية انقسام الخلية. طبعا الكروموزومز بتنقسم من خلال اللي هو تركيب اللي اسمه الميتوتيك سبندل اللي هو الخيوط المغزلية الميتوزية، وهذه الخطوط طبعا متكونة
من هذه الميكروتيوبلز. تمام. طيب نتحدث عن السنتروزومز والسنتريولز. تمام. الآن السنتروزوم زي ما احنا شايفين في الصورة باللون الأصفر. تمام. هذا السنتروزوم يوجد في اللي هو الخلية، من وظائفه انه بيعمل على عملية تنظيم الخيوط المغزلية. طلعنا بخرج انه من السنتروزوم مايكروتيوبلز خيوط دقيقة، انابيب دقيقة، اللي هي عبارة عن الخيوط المغزلية التي تساهم في عملية انقسام او فصل الكروموزومات اثناء انقسام الخلية. اذا in animal cells في الخلايا الحيوانية مايكروتيوبلز grow out from a centrosome near the nucleus. تمام. And is considered a microtubule organizing center. يعتبر هذا السنتروسوم هو مركز تنظيم اللي هو الخيوط المغزلية اللي هي الميكروتيوبلز. تمام. طبعا من ايش بتكون السنتروسوم؟ بتكون السنتروسوم من زوج من السنتريولز. تمام. وطبعا كل سنتريول بتكون من 9 sets of triplets microtubules. كل سنتريول بتكون من 9 مجموعات من الخيوط المغزلية الثلاثية المرتبة على شكل حلقة، والآن راح نشوف شكلها. الصورة التالية بتوضح لنا زي ما احنا شايفين اللي هو شكل أو وتركيب السنتريول. تمام. سنتروسوم containing a pair of centrioles. إذا السنتروسوم بيتكون من زوج من السنتريولز، والسنتريول طبعا قلنا بتتكون من إيش؟ من 9 مجموعات من اللي هو triplets of microtubule. إذا لو عدينا هاي 1 2 3، هذه 3 مجموعات، هذه بالتمام، هذه الميكروتيوبلز في 9 إيش؟ 9 اللي هو مجموعات. تمام. فعلى شكل حلقة، شكل اسطوانة، فهذا التركيب اللي هو centrioles. تمام. وهيك بيبقى ترتيبهم شكلهم في الخلية. تمام. سيليا and فلاجيلا. سيليا اللي هي الأعداب، وفلاجيلا هي الأصوات. طبعا هي عبارة عن motile appendages، عبارة عن زوائد متحركة إيش؟ تحتوي على إيش؟ الميكروتيوبلز. إذا السيليا والفلاجيلا عبارة عن زوائد متحركة تحتوي في داخلها على الميكروتيوبلز. إن إيوكاريوتس، في الكائنات حقيقية النواة، a specialized arrangement of microtubules is responsible for the beating of a flagella. هذا يعني انه الترتيب الخاص في الميكروتيوبلز هو مسؤول عن اللي هو البيتنج اوف الفلاجيلا، اللي هو الموشن، حركه الفلاجيلا. المفرد من الفلاجيلا اللي هي فلاجيلا، والسيليا سيليوم. تمام. طبعا هي عباره عن extensions، زوائد، او تمام ايش؟ تحتوي على الميكروتيوبل ذات بروجكت فروم سيلز، اللي هي بتخرج من وين؟ من خارج الخلية. سيليا اند فلاجيلا ديفر ان دير بيتنج باترنز. طبعا السيليا الاهداب والاصوات تختلف في نمط البيتنج، نمط اللي هو الموشن، الحركة الخاصة بكل منهم. وطبعا الموتايل سيليا اند فلاجيلا بيشاركوا نفس التركيب، او تركيب لهم تركيب مشترك اللي هو الميكروتيوبلز. تمام. Each motile cilium and flagellum has a group of microtubule. طبعا بتكون هذه الميكروتيوبلز ايش؟ منغمدة وين؟ في الغشاء البلازمي. اذا كل cilium وflagellum بتكون من مجموعة من اللي هو الميكروتيوبلز اللي بتكون هي منغمدة في الغشاء البلازمي. تمام. طبعا basal body، basal body هو الجسم القاعد، اللي هو وين؟ بيثبت ايش؟ بيثبت السيليوم والفلاجيلوم. اذا الجسم القاعدي الخاص بالسيليوم والفلاجيلوم بيعمل على تثبيتهم في الخليه. اموتور بروتين كول داينين، البروتين الحركه اللي اسمه داينين، which is responsible for the bending movements of flagellum and cilium. طبعا البروتين الداينين مسؤول عن الحركة الانحناءات الخاصة بالفلاجيلم والسيليوم. الصورة التالية توضح لنا الموشن اوف فلاجيلا،
والموشن اوف سيلي حركة الأصوات والأهداب. طبعا قلنا الحركة تختلف فيما بينهم لكن الاستراكشر از ذا سيم، تمام. فالآن إذا طلعنا هنا في حركة الفلاجيلا، طبعا مثال على ذلك حركة أو حركة الحيوانات المنوية، مثال على حركة الأصوات حيث أن الحركة تكون في اتجاه واحد تشبه الحية في انقباضاتها وتسير في نفس الأكسس في نفس المحور. هذا بالنسبة للموشن أوف فلاجيلا. أما بالنسبة لحركة السيليا الأهداب، فمثلا بالشكل التالي بيظهر لنا مثلا اللي هو بتتكون حركتها من الباور ستروك أو الفورورد أو باكورد الريكفر ستروك، في ضرب بالاتجاه للأمام. فمثلا من لو طلعنا رقم 1 2 3 4 5 هذا اتجاه الدايركشن اوف ايش اوف ستروك، اتجاه ضربة اللي هو الأهداب، تمام. وهنا العكس بتكون، وهي لما الريكفري بتبقى ايش راجع، زي مثل المجداف بتحرك لقدام وبترجع وهكذا، تمام. الصورة التالية توضح لنا اللي هو الستركشر اوف افلاجيلم اور موتايل سيليم. هاي عندنا الأهداب، هذا جزء مقطعي من السيليم، تمام. هذه الصورة بتوضح اللي هو بشكل تفصيلي اللي هو تركيب السيليم. السيليم بتكون من 9 أزواج من الميكروتيوبلز واثنين في المنتصف، طبعا بشكله حلقة خارجية، ويربطهم اللي هو كروس لينكينج بروتينز اللي هو الداينين مع بعض البعض بتوين اوتر دبلتس اللي هم عبارة عن ايش زوج من الميكروتيوبلز، وعندنا اللي هو الغشاء البلازمي بحيطهم، تمام. هذه الصورة بتوضح اللي هو كروس سيكشن اوف باسال بادي، المقطع عرضي عن اللي هو الجسم القاعدي، بتكون من تريبلتس اوف مايكروتيوبلز، تمام، بينما هنا بتكون من دبلتس مايكروتيوبلز اللي هو السيليوم نفسه. طيب الان احنا نتحدث عن المايكروفيلامنتس، الخيوط الدقيقة، والتي تسمى ايضا باسم اكتين فيلامنتس، تمام. هي عبارة عن سوليد روتس، عبارة عن قضبان صلبة ليست فارغة. They are also called actin filaments، تسمى ايضا بخيوط actin because they are built from molecules of actin protein، لانهم مكونين من بروتين الاكتين. طبعا الميكروفيلامنت الواحد عبارة عن twisted double chain of actin subunits، عبارة عن سلسلة مزدوجة ملتوية من ايش البروتين الاكتين، تمام، زي ما هو موضح بالصورة، عبارة عن سلسلة مزدوجة اثنين ايش، وايضا ايش مكونة من sub units of ايش اكتين بروتين. The structural role of microfilaments، طبعا الدور التركيبي اللي بتلعبه الخيوط اللي هي الدقيقة في الهيكل الخلوي في السيتوسكيلتون is to bear tension resisting pulling forces within the cell، انها بتتحمل الضغط او ايضا بتقاوم اللي هو القوى الساحبة او الجاذبة داخل الخلية. ايضا هذه الميكروفيلامنتس بتكون a three-dimensional network، بتكون شبكة ثلاثية الابعاد just inside the plasma membrane، فقط داخل اللي هو الغشاء البلازمي، وتسمى هذه الشبكة بالكورتكس، القشرة to help support the cell's shape، إذن لمساعدة الخلية على محافظة على شكلها، لدعم شكل الخلية. طيب الميكروفيلامنتس معروف عنها في دورها في السيل موتاليتي، وخاصة الكونتراكت الأباريتاس of muscle cells، وخاصة جهاز الانقباض الموجود في اللي هو الخلايا العضلية. الآلاف من خيوط الأكتين بتكون مرتبة بشكل موازي لبعضها البعض على طول الخلية along the length of a muscle cell، على طول الخلية العضلية، ويوجد بين هذه الخيوط thicker filaments، خيوط سميكة مكونة من بروتين يسمى الميوسين، تمام. Contraction of the muscle cell results from the actin and myosin filaments، انقباض الخلية العضلية بينتج بفعل الخيوط اللي هو الأكتين والميوسين. طبعا localized contraction brought about by actin and myosin also plays a role in amoeboid movement، اللي الانقباض المحلي
الناتج عن اللي هو بروتين الميوسين والاكتين بيلعب دور في الحركة الأميبية. طبعا احنا بنعرف الأميبيا بتتحرك وبتزحف على السطح من خلال ايش؟ extending cellular extensions، من خلال تمدد اللي هو الزوائد الخلوية، والتي تسمى السيدوبوديا اللي هو الأقدام الكاذبة، وهي كلمة مشتقة من الكلمة اليونانية سيدوس معناها false وبود foot يعني القدم الكاذب and moving toward them. تمام؟ طيب الصورة التالية بتظهر لنا تركيب الخلية العضلية المسل سيل، وقلنا إنه الخلية العضلية تنقبض نتيجة فعل اللي هو بروتين الأكتين والمايسين، وقلنا إنه الأكتين إيش موجودة في الخلية العضلية عبارة عن خيوط طويلة ممتدة، ويوجد بين هذه الخيوط اللي هو المايسين فيلامنت، تمام، باللون البنفسجي. أما بالنسبة للأموبويد موفمنت تحدث نتيجة تفاعل اللي هو الأكتين فيلامنتس مع المايسين، وبتسبب إيش؟ كونتراكشن اللي هو انقباض الخلية، وبالتالي الخلية بتتحرك بالدليل الأمام. طيب الآن نتحدث عن الانترميديت فيلامنتس اللي هي الخيوط المتوسطة، طبعا سميت حسب اللي هو الدياميتر سايز، حسب حجم اللي هو قطر هذه الخيوط، وهي تعتبر larger than diameter of microfilaments وأصغر من الميكروتيوبيولز. تمام، من وظائفها أنها بتعمل على support للسيل شيب، تعمل دعم لشكل الخلية، وبتعمل على تثبيت اللي هو بعض الأورجانيلز في داخل السيتوبلازم. أيضا هذه الانترميديت فيلامنتس تعتبر أكثر التراكيب اللي هو السيتوسكيلتون دائمية مقارنة مع الميكروفيلامنت والميكروتيوبيولز. طيب الآن احنا خلينا نتحدث عن شيء اسمه السيل وولز اوف بلانتس، جدر الخلوية الخاصة بالنباتات. طيب السيل وول، الجدار الخلوي، هو عبارة عن اكسترا سيلولار ستراكشر، تركيب خلوي خارجي that distinguishes plant cells from animal cells. هذا الجدار الخلوي بيميز خلايا النباتات عن خلايا الحيوان، بمعنى انه خلايا النبات تحتوي على جدار خلوي لكن خلايا الحيوان لا تمتلك جدار خلوي. The cell wall protects the plant cell. من وظائف الجدور الخلوية انها بتعمل على حماية خلية النبات، maintains its shape، تحافظ على شكل الخلية، و prevents excessive uptake of water، تمنع امتصاص كميات مفرطة من الماء داخل الخلية. طبعا البروكاريوتس فانجاي and some protists also have cell walls. طبعا كائنات بدائية النواة، الفطريات وبعض الطلاعيات تحتوي أو تمتلك جدر خلوية. طبعا البلانت سيل وولز من صفاته انه ماتش ثيكر، يعتبر اكثر سماكة من البلازما ممبرين. والبلانت سيل وولز، الجدر الخلوية النباتية، تتكون من مادة السيلولوز مايكروفايبرلز، تمام، من الياف دقيقة من السيلولوز مغروزة في موين في بعض اللي هو البوليساكرايدز اند بروتينز في تمام. طب من ايش بتكون البلانت سيل وول، الجدار الخلوي الخاص بالنبات؟ طبعا بتكون من مالتيبل لايرز، من عدة طبقات. الطبقة الأولى اللي هي برايمري سيل وول، الجدار الخلوي الأساسي، والميدل لاميلا اللي هي الصفيحة المتوسطة، والسكندري سيل وول، الجدار الخلوي الثانوي. طبعا البرايمري سيل وول ريلاتيفلي ثين اند فليكسيبل وول، يعتبر رقيق ومرن. طبعا هذه الصفيحة المتوسطة تعتبر هذه الطبقة between primary walls of adjacent cells، تعتبر طبقة رقيقة توجد بين الجدر الأساسية من الخلايا المتجاورة، فهذه الطبقة توجد بين الجدر الأساسية بين الخلايا النبات المتجاورة، وتعمل على التصاقهم وتعزيز قوتهم. طبعا secondary cell wall اللي هو الجدار الخلوي الثانوي يوجد بين اللي هو البلازما ميمبرين والبرايمري سيل، تمام. البلازمو ديسماتا تعتبر هذه عبارة عن شانلز، عبارة عن قنوات بين اللي هو الخلايا النبات المتجاورة، تمام. طيب الصورة التالية بتوضح ان اللي هو التركيب اللي هو الجدار الخلوي، وقلنا بتكون من ثلاث طبقات، السكندري سيل وول، هذه السكندري سيل وول كله يعتبر اللي هو الجدار الخلوي الثانوي،
هذه تعتبر البرايمر سيل وول، وهذه الميدل لاميلا اللي هي صفيحة متوسطة اللي بتربط اللي هو البرايمر سيل وول بالبرايمر سيل وول للخلية المتجاورة، تعمل على ارتباطهم في بعضهم البعض. طبعا هنا عندنا الغشاء البلازمي، هنا السكندر سيل وول. طبعا قلنا السكندر سيل وول بيقع بين اللي هو الغشاء البلازمي والبرايمري سيل وول، تمام. هنا عندنا البلازمودسماتا اللي هي عبارة عن قنوات تربط ايش الخلايا النباتية مع بعضها البعض. The extracellular matrix of animal cells، النسيج الخلوي الخارجي الخاص بخلايا الحيوان. طبعا قلنا خلايا الحيوان تفتقر للجدر الخلوية، لكن اللي هو خلايا الحيوانية مغطاة بـ extracellular matrix بنسيج خلوي خارجي، وهذا النسيج الخلوي الخارجي بيعمل على دعم الخلية الحيوانية وزيادة ارتباط الخلايا الحيوانية ببعضها البعض. والمين انجريدينتس المكونات الأساسية فيها بهذا النسيج اللي هو الجلايكوبروتينز، وبيشمل اللي هو الكولاجين والبروتيوغلايكانز والفايبرونكتين، تمام. الآن هذا النسيج الخلوي الخارجي بيرتبط بسيرفيس ريسبتور، بريسبتور موجود على سطح الخلية وبنسميه اللي هو انتجرينس، ويعتبر اللي هو المستقبل الأساسي اللي بيربط اللي هو الإكسترا سيلولار ماتريكس. زي ما احنا شايفين الصورة التالية بتوضح ان اللي هو تركيب الإكسترا سيلولار ماتريكس اوف انيمال سيل. قلنا انه هذا النسيج بغطي اللي هو الغشاء البلازمي، وبتكون من الكولاجين والفايبرونكتين، وبتكون ايضا من البروتيوغلايكان كومبلكس. زي ما احنا شايفين هذه مكونات هذا اللي هو الماتريكس الغطاء اللي بغطي اللي هو الخلية الحيوانية، وهذا البلازما ميمبرين، هذا غشاء البلازما. وبهيك بنكون احنا انتهينا من شرح الجزء الثاني من الفصل السادس.